في اليوم الثامن عشر من رمضان سنة 1365 هجريا، اندلعت أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين في مدينة كالكوتا الهندية، وامتدت إلى عدد من المدن الأخرى، واستمرت الاشتباكات 3 أيام أسفرت عن سقوط 7000 قتيل. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 484 هجريا، استطاع القائد يوسف بن تشفين أن يجمع شمل المسلمين في الأندلس ويقضي على التفرقة بين ملوك الطوائف، بعد أن لجأ إليه مسلمو الأندلس طالبين الغوث والنجدة، حيث كانت أحوال الأندلس تسوء يوما بعد يوم. فملوك الطوائف لقبوا أنفسهم بالخلفاء، وخطبوا لأنفسهم على المنابر، وضربوا النقود بأسمائهم، وصار كل واحد منهم يسعى للاستيلاء على ممتلكات صاحبه، لا يضره الاستعانة بالأعداء لتحقيق أهدافه. فاستنجدوا بالنصارى وتنازلوا لهم عن مداخل البلاد ومخارجها، وأدرك النصارى حقيقة ضعفهم فطلبوا منهم المزيد. ولقد استجاب ابن تشفين لطلب المسلمين المستضعفين ومنحه الله النصر. في مثل هذا اليوم من سنة 1245 هجريا، بدأت المذابح الهولندية للشعب الأندونيسي. دخل المسلمون الأوائل جزر أندونيسيا للتجارة في القرن 15 الميلادي، وسرعان ما انتشر الإسلام وأصبحت الديانة العامة هناك في القرن 16 الميلادي. ولما سيطر البرتغاليون على شبه جزيرة مالقا الواقعة في ماليزيا حاليا، هددوا جزر أندونيسيا. جاء بعد ذلك الهولنديون وهزموا الإسبان، احتلوا أندونيسيا وأسسوا شركة شرق الهند الهولندية، واستمرت في استعمارها لأندونيسيا حتى احتلت فرنسا بقيادة نابليون بونابرت هولندا عام 1795 للميلاد، واحتلت بريطانيا جزيرة جاوا الأندونيسية عام 1811 للميلاد بعد أن هزمت فرنسا، ثم استعادتها هولندا. فثار شعب أندونيسيا ثورة كبرى كان من نتيجتها أن قام الهولنديون بقتل الأهالي خلال شهر رمضان المبارك وهم صائمون. سنة 1413 هجريا، اشتعلت الحرب الأهلية في طاجكستان، وطاجكستان بلد إسلامي في وسط آسيا، احتلته الدولة الروسية القيصرية في منتصف القرن 19، واستمر حكم الروس لهذا البلد بعد قيام اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية. عانى خلالها أهل طاجكستان من السيطرة الشيوعية وسياسة محو الأديان. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 398 للهجرة، رحل العالم الفلكي المصري الشهير علي بن يونس. هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس الصدفي، فلكي ومؤرخ اشتهر في القرن الرابع الهجري، ومن الذين أمضوا معظم وقتهم في دراسة علم الفلك، ولذا يعتبر من المتخصصين في علم النجوم. نبغ ابن يونس في علم الفلك في عهد العزيز بالله الفاطمي وابنه الحاكم بأمر الله، وقد شجعه الفاطميون على البحث في علم الهيئة والرياضيات، فبنوا له مرصدا
على صخرة أعلى جبل المقتم قرب القاهرة، وجهزوه بأفضل الآلات وأدوات الرصد، مما يؤكد أن علم الفلك كان متقدما في هذه الفترة في كل أرجاء الدولة الإسلامية.